برئاسة سعادة الدكتور علي أحمد الحداد عضو مجلس الشورى، تشارك الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الجزائرية خلال الفترة من 26 حتى 30 من يناير الجاري، تحت شعار العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية. وللمزيد حول مشاركة الشعب البرلمانية في المؤتمر معنا عبر الهاتف من الجزائر سعادة النائب محمد المعرفي نائب رئيس الوفد المشارك. مرحبا بك في نشرة الثالثة. إذن حدثنا عن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في المؤتمر وكذلك أهم الاجتماعات التي تشارك فيها مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تشارك الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة لها والتي تنعقد في الجمهورية الجزائرية في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2023. وتشارك هذه الاجتماعات مختلف الوفود التي تمثل البرلمانات الإسلامية، كما تحضر هذه الاجتماعات بصفة عضو مراقب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية. وقد أعد الوفد البرلماني البحريني العديد من أوراق العمل والمداخلات حول الموضوعات التي ستعرض على المؤتمر ولجانه المختلفة التي تمثل مختلف المجموعات الجيوسياسية في آسيا وأفريقيا والمجموعة العربية، ومن أهم هذه اللجان لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة ولجنة فلسطين الدائمة واللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية واللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة. وسوف ينعقد على هامش هذه الاجتماعات المؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات، كما سيشارك الوفد البرلماني لمملكة البحرين في الاجتماعات التشاورية التي سيعقدها المجموعة الخليجية والمجموعة العربية. نعم. من الجزائر النائب محمد المعرفي نائب رئيس الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.